رمضان كريم، دكتور كيندا دويدري، بريست انترفنشنال راديولوجيست. الصيام هو واحد من الأنظمة الغذائية المفيدة جدا إذا تم اتباعه بطريقة متوازنة، بيساعد على تخفيف نسبة الدهون المتراكمة في الجسم وتقليص السموم المترافقة مع هالدهون. في دراسة حاليا بتتم بجامعة كاليفورنيا على ستات مصابات بسرطان الثدي تحت المعالجة الهرمونية، بتظهر انه في حال ترافقت المعالجة الهرمونية مع نظام غذائي معادل للصيام، الإجابة عم بتكون افضل، بسبب انه الصيام بخفف كمية الانسولين بالدم وبخفف الجروث فاكتور. هلا الدراسة لسه اندر قيد الانجاز، لسه ما في نتائج نهائية، بس الفكرة انه بالإضافة للنتائج الروحية للصيام عنا نتائج صحية مهمة. وينعاد عليكم بالخير وراحة البال.